المهرجان وفي هذا الختامي الكبير، ختامي وملتقى الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. اليوم وفي هذا التاريخ وفي هذا اليوم دشنا مسافة 8 كيلومترات في الفترة الصباحية، وتواصلت الانطلاقات في مساء هذا اليوم مع هذا السن، سن الثنايا والحول. اليوم هو يوم الحول، وغدا يوم الثنايا ورموز الثنايا. أيها الأعزاء، انطلق قبل قليل هذا الشوط العاشر، هذا الشوط الخاص بالحول المحليات الأصايل. وجائزة هذا الشوط كما تعلمون جميعا جائزة عينية قيمة رصدت للفائزة بالمركز الأول، وهي سيارة. نتجه مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول لأجد على الصدارة سمحة 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 على مقدمة الشوط. وسمح الله دروبك يا سمحة، سمح الله دروبها لهجن العاصفة. التضمير مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، من قدم قبل قليل أرجنت ليفوز بشوطنا الماضي. الدور دور المركز الثاني، مزنة الخير مزنة على المركز الثاني لهجن الرئاسة، ومبارك بن أحمد بن مايد الخيالي في عملية التضمير وعملية المتابعة. ننتقل مشاهدينا إلى أعزائي الحفل الكريم إلى المركز الثالث، ومن تتقدم هنا النائل أهل سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان السعيد بن مبارك الوهيبي في عملية التضمير. المركز الرابع الشاهيني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب، وعملية التضمير مع أو هنا هملولة تتقدم على المركز الرابع لسمو الشيخ زايد مساء الوثبة. يا سلام، الكيلو متر الأخير، يا كيلو ما بعدك كيلو، يا كيلو ما بعدك كيلو. يا سلام، الأحمر الخطر اثنين شعارين وشعار هجن العاصفة يرقص ما بين الشعارين، يرقص ما بين الشعارين. يا سلام، ولكن مزنة، ولكن مزنة تمطر المحبين، تمطر المعجبين، تمطر هجن الرئاسة بهذا الفوز. وانطلقت انطلقت انطلقت متابعين الأعزاء الدانة تلاحق مزنة الدانة ومزنة، شعارين مميزين، خطر خطر خطر، أحمر عبر أحمر عبر. مشاهدين الأعزاء، يا سلام، إذا هجن الرئاسة، هجن الرئاسة تسيطر على هذا الشوط، تتميز تبدع في هذا المهرجان. إذا تهانينا تهانينا القلبية من 400 متر الأخيرة إلى هجن الرئاسة. الفوز واحد للحمر سواء فاز الظافر أو المميز. عموما وعلى كل حال، الأهم هو فوز هذا الشعار. يا سلام، مزنة 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 الخير، مزنة الخير للمرة الثالثة. متابعين الأعزاء في هذا المساء يفوز هذا الشعار، شعار الرموز، ومع نفس المضمر المميز، مميز بالفعل ومبدع بالفعل ونجم هذا اليوم. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للمقام السامي سيدي سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولمتابعين هذا الشعار، ولمحبين هذا الشعار، ولداعمين هذا الشعار. لحظات الوصول تهانينا وناموس، لحظات الوصول على فوز مزنة بالمركز الأول تهانينا للمميز. المركز الثاني كان الوصول من الدانة لهجن الرئاسة، المركز الثالث سمحة لهجن العاصفة، المركز الرابع الجازي لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، المركز الخامس هملولة لسمو الشيخ زايد بن المر المكتوم بن مكتوم المكتوم. تهانينا والناموس على هذا الفوز. إذن للمرة الثالثة على التوالي أو للمرة الثالثة في هذا المساء يفوز شعار الخطر، يفوز شعار هجن الرئاسة بهذا الشوط، ليبقي السلام هنا وثباوي وفي ميدان الوثبة. إذن هذا هو متابعينا مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، ملخص الشوط العاشر. وهذه مزنة تصل إلى خط النهاية قاطعة مسافة الشوط في توقيت مميز 12 دقيقة 45 ثانية. بالوفاء والتمام، تهانينا لهجن الرئاسة والتهاني للمضمر المميز مبارك
بن احمد بن مطر بن مايد الخيالي، تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الوصول من الدانة ايضا لهجر الرياسة 12 دقيقة 47 ثانية 7 اجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة للمرة الثانية على التوالي، والتهاني لعلي بن يميل الوهيبي. المركز الثالث سمحة وتوقيت 12 دقيقة 48 ثانية 3 أجزاء من الثانية، تهانينا لهجن العاصفة والتهاني للمضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير الاكتبي. مشاهدينا الأعزاء، إذا متابعينا الأعزاء انتهى الشوط العاشر وانتهت مجرياته وأحداثه، وأنقل الكلمة في هذه اللحظات إلى زميل سعيد بن راشد العويسي متمنيا له التوفيق ولكم أسعد وأجمل وأطيب اللحظات. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام يتجدد اللقاء بحضراتكم وتواصل أشواطنا في استمرارية مساء هذا اليوم وهذه الانطلاقات الرائعة والجميلة. الشوط الحادي عشر لقد أعلنت قبل قليل انطلاقته على أرضية هذا الميدان في عاصمة الميادين في الوثبة، 8 كيلومترات والأصايل الذلل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ تنطلق حاملة الكثير والكثير من التحديات في هذا المساء الجميل الخاص الشوط الحادي عشر. ومع المهجنات الأصايل نسير مع مقدمة الشوط، وهذه الظبي تسيطر بعد الانطلاق تقود المشاركات لتحمل شعار هجن العاصفة. الواثق حمد بن راشد بن غدير يقود الظبي في مسار هذا الشوط. الوجبة تاتي في المركز الثاني من هجن الشيحانية، سالم بن فاران المري يقودها مضمرا على المركز الثاني بين